السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة فوجئت بهذه الدعوة إلى إلقاء كلمة أمام هذا الجمع الغفير من العلماء والباحثين والمثقفين بشكل عام، إلا أنني أريد فقط أن أنبه إلى ملاحظة يغلب على ظني أن الجميع يعلمها، ولا أقول جديدا، وإنما من باب التذكير أعتقد أنها مسألة مهمة، وهي أن من المسلمات أن المثقف هو القائد الحقيقي للمجتمع، أن المثقف هو القائد الحقيقي للمجتمع، غير أن هذه القيادة في مجتمع، اسمحوا لي أن أقول عنه أنه مجتمع متخلف، أن هذه القيادة موجودة بالقوة وليست موجودة بالفعل. فمهمة المثقف الآن ينبغي أن يخرجها إلى الفعل، وأعني بذلك أن المجتمع لا ينتظر دعوة ليقوم بدوره في المجتمع، وإنما هو الذي يفرض نفسه بأن يحمل مشروعا يقدمه للمجتمع. وطبيعة المشروع الذي يقدمه المثقف للمجتمع هو أنه له قسمان أساسيان: رصد للمشكلة أو لمشكلات المجتمع وفهمها فهما صحيحا، واقتراح الحلول. ولذلك أعتقد أن دور المثقف ينطلق من هذه الفكرة، أن المثقف هو الذي يحدد المشكلة وهو الذي يقترح الحل. لا يمكن لغيره أن يقترح الحلول للمجتمع. ولذلك أرى فقط في هذه العجالة أن أهم دور للمثقف أنه يمثل البوصلة الموجهة لكيفيات التواصل الإيجابي بين الحاكم والمحكوم. من هنا يظهر دوره الحقيقي في المجتمع. إن الذي يفعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم أي الشعب هو المثقف. ولذلك إذا كان المثقف في مستوى فهم هذه المسألة، أمكننا أن نتوقع أن المجتمع في طريقه الصحيح. ننطلق من هنا عندما نؤكد هذه المسألة عندما نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. ولذلك هذه المسألة أعتقد أنها مهمة. سجلت هذه الملاحظات على عجالة لأنني فوجئت بهذه الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذنا الكريم. أحيل الكلمة مباشرة للأستاذ أحمد زاوي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتداء أولا أنا جدل و أجدني تغمرني السعادة أن نرى منتدا يفكر في واقع الأمة وفي بناء مستقبلها وتوجيه سلوكياتها، لأن العادة هو أن الأنظمة هي التي تحتكر، خاصة الأنظمة الدكتاتورية التسلطية هي التي تحتكر مثل هذه المجموعات التي تفكر وتوجه المجتمع. يعني نحن كنا هدفا للسلطة من حيث أنها هي التي تحاول أن توجه سلوكات المجتمع وتكيفه حسب معطياتها ومصلحتها، وأقصد بالسلطة الجماعة الضيقة واللوبيات التي تتحكم في المجتمعات، بحيث نحن كنا هدفا للسلطة. أما الآن بولادة مثل هذا المشروع يمكن أن نقول السلطة أصبحت هدفا لنا لتغيير سلوكاتها، خاصة مع هذا الحراك الذي جاء. إينشتاين له كلمة يتكلم عن الخيال،
في عمومه سواء كان خيالا أدبيا أو فنيا أو سياسيا، يقول أن الخيال هو أهم من المعرفة، لأن المعرفة تتكلم عن الواقع، أما الخيال فإنه يرسم المستقبل ويعي ويفهم ما سيقع. وغوستاف لوبون كذلك صاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، في كتابه سيكولوجية الجماهير يقول الذي يستطيع أن يلهب خيال الجماهير هو الذي يستطيع أن يتحكم بها. والمشكلة ونحن نتكلم عن هذا الخيال السياسي أو بناء واقع أو تحديد سلوكات أو توجيه سلوكات، نجد مثلا في حراكنا أن الحراك هو الذي ألهب خيال المثقفين اليوم، وهذه مشكلة، لأننا سنرتهن إلى هذه الجماهير، كما كان ينبه الدكتور معالي الوزير بن محمد عندما تكلم عن هذه القضية المفصلية، وهي ينبغي أن يعني نضع فاصل أو عازل بين ما تقوله الجماهير وبين ما يفكر فيه المثقف. يعني اليوم عندما نسمع مصطلح مثل يروحوا قاع، يعني دي خطيرة، ما فيهش، يعني حتى في الحروب لابد وأن يكون هناك تفاوض على النقل السياسي، ما فيش واحد يخرج هكذاك، كاين السلطة بالفعل كما كان يتكلم الدكتور بن محمد. يعني أنا هذا رأيي، ربما أنا شفت حتى في الفيسبوك ناس تجرم بعضها البعض وتخون بعضها البعض عندما تتبنى موقفا من مواقف، وهم ربما في طريق واحدة لكنهم يرون أن لا. ماركس، لا اسمحوا لي، يعني ربما استدعي ماركس، كارل ماركس الذي ربما كان في وقت من الايام جريمه ان يذكر. ماركس يقول مهمتي ليست هي فلسفه العالم وانما تغييره. هذه هي المهمه نتاع المثقف العضوي كما يسميه غرامشي، هي انه يغير، كيف يؤثر، كيف يبحث عن المفاعيل التي تستطيع أن تغير وتوجه سلوكات الناس. وهذا هو المشكل اليوم، أن هناك كاين فقط الجماهير، يعني كاين الشارع أو الحراك وموجودة السلطة بالفعل، ما كاش طرف بيناتهم إلى يومنا هذا، ما كان لا تمثيلية ولا من يفكر. يعني هذه مشكلة بنيوية في العالم العربي، يعني العالم الغربي استطاع أن يبني مؤسسات، هذه المؤسسات يعني نعم هذه المؤسسات مرتبطة مع لوبية المال، مع لوبية الضغط، مع الأنظمة اللي يدفع أكثر كذا إلى غير ذلك. لكن احنا في العالم العربي خاصة يعني في انتفاضات الثورات الربيع العربي بان هذاك الفراغ، هو أن المثقف مش قادر على أن يتخيل المستقبل ولا أن فضلا عن أن يؤثر في المستقبل. فإذا هذه لبنة طيبة، يعني أشكر الإخوة وأشكر الحضور على حضورهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ أحمد زاوي على هذه المداخلة. أستدعي إلى الميكروفون الأستاذ عبد القادر جمعة، صحفي بقناة الشروق، فليتفضل. السلام عليكم. شفت بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على الاستضافة وشكرا على هذا الفرصة للحديث أمام هذا الجمع الطيب المبارك. وأنا في الحقيقة وأنا مستغرب يعني أني موجود في المنصة أمام هذه الوجوه الطيبة والأساتذة. أنا صحفي وبالمناسبة مش صحفي في الشروق ولا في البلاد، يعني أنا موظف وأستدعى أحيانا للحديث في بعض القنوات. ومؤخرا كنت عامل حصة مع الدكتور بلغيث حول التاريخ، يعني هذه هي الصفة المهنية. فقط ما أردت أن أقول أنه ما تفضل به الأساتذة الأكارم أنه الحراك الشعبي كان من الذكاء في اعتقادي، بحيث قدر يخلق نوع من الوحدة.
نتيجة نجاحه أو نتيجة إصراره على تجاوز 3 أشياء أساسية. تجاوز الإيديولوجيا، يعني الآن أو منذ 22 لم نشاهد من يرفع شعارا عنده خلفية إيديولوجية أو من يقدم مطلبا له خلفية إيديولوجية، مع أن الأمور بدأت تتغير ربما في الأسابيع الأخيرة، ولكن هذا في اعتقادي وفي تصوري كان سبب أساسي من أسباب قدرة الحراك على الحفاظ على الوحدة اللي ما زال موجود بها إلى الآن، هو أنه تجاوز الأطر وتجاوز الخلافات الإيديولوجية أو على الأقل تأجيلها إلى مرحلة لاحقة. الشيء الثاني، نجاح الحراك الشعبي كذلك في تجاوز الأطر التنظيمية والحزبية، يعني كل ما شهدناه أو ما شهدناه كلنا هو رفض التمثيل أو رفض القيادة بشكل عام، هو نتيجة لرفض هذه الانتماءات ولرفض تقديم الأطر الحزبية والتنظيمية. الشيء الثالث في نظري اللي خلى الحراك يحافظ على وحده وعلى زخمه لحد الآن كذلك، هو أنه طبيعة المطالب هي مطالب محددة وكما يقولوا بالفرنسية بالبابل، يعني ملموسة. في المرحلة الأولى كانت المطالبة بالعهدة بعدم ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة، ثم المطالبة برحيل بوتفليقة، الآن المطالبة برحيل الباءات الثلاث، المطالبة رفض الانتخابات. يعني في كل مرحلة الحراك قدر ينتج مطالب واضحة ومحددة وقابلة للقياس، مش مطالب عامة. يعني ما كانش المطالب العامة حول الحرية والديمقراطية والتعددية وما إلى ذلك، اللي هي في الغالب مطالب يعجز الإنسان أو يعجز الرأي العام عن قياسها وعن تقدير مدى نجاحه أو فشله في تحقيقها، بينما المطالب المطروحة الآن والتي طرحت في السابق هي كلها مطالب قابلة للقياس. إذن أنا في اعتقادي أنه هذه الميزات الأساسية اللي قدر الذكاء المشترك للجزائريين أنه يولدها وأنه يحافظ عليها هي من أسباب نجاح ومن أسباب استمرار الحراك الشعبي. فقط أردت أن أقدم ملاحظة، يعني أنا أظن أن المنتدى هو المثقفين والآراء المتعارضة والمتناقضة، سمعت كثير من الملاحظات وربما يعني نوع من التسفيه لمطلب يتنحى وقاع ويروح وقاع. أنا أعتقد العكس تماما، أنه يتنحى وقاع هو مطلب ثوري حقيقي عبروا عليه الناس ربما بلغتهم البسيطة. شفنا كلنا القصة تاع الشاب هذا اللي قالها في لحظة من العفوية، ولكن تحول إلى مطلب شعبي لأنه يعبر على خاصية أساسية من خصائص الثورات الحقيقية، ثورات شعبية أو غير شعبية، هي ثورات تنأى وتنحو نحو القطيعة، القطيعة مع الأساليب، القطيعة مع الممارسات، والقطيعة حتى مع الأشخاص. يعني ما نقدروش نتصوروا أنه كاين تغيير ثوري حقيقي يتم بالمحافظة على نظام سابق. أما القول أنه هذا هو مطلب ينادي بالفراغ والفوضى، أنا لا أعتقد أنه هذا المطلب هذا هو معناه. أنا شخصيا ربما من تجربتي البسيطة، كل الناس اللي حاورتهم عمري ما لقيت واحد يقول أنه لازم كي نوض الصباح الثورة هذه أو الحركة الشعبية ينتصر، لما نوض الصباح نلقاه من المير وانت طالع كلهم راحوا أو راحوا للسجن. لا يوجد المطلب بهذا الشكل. هناك الناس تطالب أولا بذهاب رموز الفساد ورموز المرحلة السابقة، وهذا مطلب طبيعي. الناس تطالب بالمحاسبة في إطار القانون، الناس تطالب بالمحاسبة السياسية، يعني بانتخابات نزيهة يتم خلالها إقصاء رموز النظام الفاسد. إذن ليس هناك تطرف وليس هناك مطلب تعجيزي كما يقال أو مطلب غير منطقي كما يقال في شعار يتنحى وقع. شعار يتنحى وقع هو شعار ثوري بامتياز، ربما صاغه الشارع بهذه الطريقة البسيطة أو التبسيطية. ليس من واجب المثقفين احتقاره أو تسفيهه، وإنما كما تفضل أحد الأساتذة من واجب المثقفين هو التنظير، يعني تحويل مطلب شعبي. لأنه إذا كنا نؤمن، أحد المتدخلين قال أنه هذا الإجماع الشعبي هو دليل على صوابية المطالب وعلى صوابية الحراك. إذا كان الحراك الشعبي صائب وإذا كان يجمع الملايين وإذا كانت هذه الملايين تؤمن بشعار يتنحى وقع أو يروح وقع، فمن واجب المثقفين في اعتقادي وفي نظري هو تنظير وتأطير بين قوسين هذا المطلب، وليس تسفيهه أو التعالي عليه. بارك الله فيكم، شكرا لكم وصحاب طرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحق أنا ما جئت متحدثا ولكن جئت يعني داعما لهذا المنتدى، ولذلك بداية أبارك هذا المنتدى، ويعني إن شاء الله يكون لبنة إضافية على الطريق الصحيح نحو التغيير السليم إن شاء الله. ولكن ما دام أصر الإخوان على كلمة سوف أقصرها على الحراك. الحراك الشعبي الشامل أنا في اعتقادي كان متجاوزا لكثير من الفعاليات في الميدان، بل ربما لكثير من المثقفين والمثقفات. وسر النجاح نتاعو يكمن في أن الرؤية نتاعو كانت واضحة تماما. لما رفع أول شعار والذي استطاع أن يجمع به كل الجزائريين والجزائريات، لا للعهدة الخامسة، الجزائر في خطر. إذن كل الناس انطلقوا من أن الجزائر في خطر، الجزائر بقيادة هذه العصابة أصبحت في خطر، والسفينة سوف تغرق بمن فيها ومن عليها. سر النجاح هو أن كل الناس أصبحت تؤمن أن الجزائر أصبحت في خطر، وأنه إذا استمرت هذه العصابة بهذا الأسلوب في الحكم فإن السفينة سوف تغرق بها ونحن معها. أنا أعتقد أن وكل ما جاء بعد ذلك كان يخدم هذا الهدف إلى اليوم، رغم ربما بعض الشعارات من هنا أو هناك. أنا الذي أقوله أن الحراك عنده طابع سياسي أكثر منه ثقافي، لأنه لم يغص في المسائل الفكرية والثقافية والخلافية، بل ذهب إلى لب المشكل وهو المشكل السياسي. المثقف في الغالب في دولة قائمة بمؤسسات يختلف عن مثقف في لا دولة، أو في دولة العصابة، أو في دولة المافيا، يختلف تماما. المثقف في الدولة القائمة بمؤسسات قائمة يحتاج إلى يقوم بدور التنوير والترشيد والبحث وغيرها، لكن كيف نحول هذه الأفكار، لأننا نريد التغيير، كيف نحول هذه الأفكار النيرة إلى برامج، ثم كيف نحول هذه البرامج، كيف نعطيها الآليات والوسائل التي تمكنها من أن تتحول إلى واقع، ما تبقاش مكتوبة فقط. هذا هو الفارق، يعني باش ما ندخلش في التفاصيل. إذن أرجع إلى النقطة الأساسية في الحراك. الآن إحنا دورنا كل الجزائريين والجزائريات أعلنوا صراحة على أنهم مع الحراك وداعمين للحراك. إذن المشكل محلول. يبقى ما هو دورنا؟ دورنا الأساسي هو حماية الحراك. كيف نحمي الحراك من الاختراق ومن الانزلاقات؟ هذا هو الدور الجوهري. صحيح الدور التنويري يبقى مهم، ولكن نذكر أنه داخل الحراك ذاته فيه نخبة، داخل الحراك فيه محامين، داخل الحراك فيه قضات، داخل الحراك فيه أساتذة جامعيين، داخل يعني الحراك في الجزائر يختلف على الثورات الشعبية في بلدان أخرى. ولذلك هذا الخاصية مليح نعطيها ما تستحق. إذن دورنا إحنا الآن، لأن المدة زمنية محدودة، هو كيف ندعم هذا الحراك ماديا معنويا إعلاميا، كيف نحميه من الاختراق لأن فيه ثورة مضادة، كيف نحميه من الانزلاقات نحو مطالب ربما تكون مهمة ولكنها ليست هي المطلب الجوهري، كيف نحميه حتى لا ينزلق إلى معارك ربما هامشية مقارنة بالمعركة المصيرية الكبرى. أنا يعني هي مجرد أسئلة أريد أن يقع النقاش حولها. بارك الله فيكم، السلام عليكم.
مباشرة ندعو إلى الميكروفون الدكتور عمارة عبد الحميد أستاذ جامعي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الحضور، كلمتي تندرج ضمن تحديد بعض المفاهيم. نحن في منتدى المثقفين، المثقفون ليس أولئك الذين يقرؤون ويكتبون ويدرسون، إنما المثقفون هم المناضلون الحقيقيون الذين يسعون إلى تكريس أفكارهم في أرض الواقع. هو التنظير للمستقبل، هو الدفع نحو الاتجاه الصحيح، هو التنبؤ بمستقبل الأمة التي يجب أن تنخرط في معالم التحضر. إن المثقف المتردد ليس بمثقف، إن المثقف الذي يريد أن يركب القطار وهو يسير في اعتقادي هذا ليس بمثقف. لذلك أعتقد أن هذا المنتدى يرسم أو ينبئ بالتراجع عن الاستقالة. مثقفون مستقلون، قدموا استقالتهم منذ زمن، ففاجأهم الحراك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله تعالى نبهنا في القرآن الكريم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطه. الخروج هو الحراك، هو أننا نخرج من هذه القوقعة، من هذه الأفكار، من هذه الكولسة، من هذه المجامع الضيقة التي تتناول قضايا الأمة وهي ترشف رشفة كأس تعتي أو كذا وهكذا وتنظر الواقع. هذه أمة فيها الخير، استجابت لنداء ربها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا التوحد تاع الجزائريين شكل قاعدة ما يسمى بالأمة. هذه الأمة ربانية، خرجت لهدف واحد وهو محاربة الفساد تحت الرقابة الشعبية. هذه الرقابة التي لم تكن موجودة إلا في هذه الفترة الزمنية، التي تراقب تطور المجتمع. ونتمنى أن يكون هذا الحراك مستمرا، ليس له فترة زمنية، مستمرا إلى الأبد. تلك هي الوثبة الحضارية، تلك هي اليقظة، تلك هي النهضة، تلك هي التي نسميها الإفاقة من الزطالة الفكرية. كنا في زطالة فكرية، حررنا الشعب، حررتنا قوى فاعلة داخل المجتمع تعمل في صمت وتعمل في تدبر وتحاكي كل تطور. لذلك إننا في اعتقادي ما نراه في هذا الحراك
تناغم وانسجام جمع كل الجزائريين على كلمة سواء، وهو وجوب أن ترحل العصابة، أن ترحل كل العصابة. وهذا موجود في ضمير الأمة. الشيخ بن باديس رحمة الله عليه كان ضمير أمة لما قال: واقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب. إن العطب الذي أصاب الأمة كان ولا زال يكمن في تلك العصابات المتواجدة في القضاء، المتواجدة في كل قطاعات الدولة. فهب الشعب ملبيا لنداء ربه، وهب الأخيار والأحرار في هذا البلد موجودين في وزارة الدفاع الوطني، وموجودون في وزارة التعليم، في كل القطاعات. فعلى الأخيار والأحرار أن يلتقوا على كلمة سواء، وهو تحرير الجزائر من ربقة هذا الفساد. شبكات الفساد موجودة في كل مكان. إذن كيف نجمع شتاتنا؟ كيف نقوي عزيمتنا؟ كيف نرمق إلى المستقبل؟ أعتقد عندنا واحدة النكتة يقولها في البلاد، يقولوا واحد كان يسوق في واحدة السيارة من هذوك الجماعة اللي كي لحق في الانترسكسيون، دار الإشارة تاع الضوء في جهة ودار في جهة. قالوا له ولما أصاب واحد حدث احتكاك، الشخص الذي أصيبت سيارته نزل يحتج، قال له أنت كيف تدير الضوء في جهة والدور في جهة؟ قالوا له تتبع الرودة ولا تتبع الضوء. أحيانا الأضواء التي نراها أضواء هي ليست أضواء حقيقية. ينبغي على المثقف أن يدرك أن قضية المؤامرة موجودة، وقضية الـ 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 نشوف مانيش عارف، أحيانا إحنا نشوفوا واحد يفسد ونتبعوه. الفساد من حيث لا ندري أننا نشجع، أحيانا نخدم الآخر من حيث ندري أو لا ندري. إذا ما يجري في الجزائر اليوم التغيير، ينبغي أن يبارك، ينبغي أن نبارك ما يجري من تغيير. والمقصود بي يروحوا قاع عنده مفهوم في الحراك، هذا ما هوش معناها الروح نخلي المؤسسات من كل إطارات تحت أبدا، هذا لا يقول به عاقل. إنما يجب أن نخلي المؤسسات من أولئك الخفافيش، من أولئك المدمرون المستدمرون، أعوان فرنسا. لا ما نقولوهاش، كنا نقولوا حزب فرنسا هو اللي لازم يروح. حزب فرنسا هو اللي أثبت الواقع أنه فسد الجزائر. لما تقوم القوى الفاعلة أو سموها القوى الناعمة داخل مؤسسة تاع الدولة تحارب الفساد، نقول وقيلا فيها كذا وفيها كذا. ألا ما نشوفش كذا، نشوف الرودة، ألا نشوف الرودة وراها رايحة، ما نشوفش الضوء وراها رايح، لأن الضوء كل واحد عنده البروجيكتور تاعو كيفاش يشوف منه. على هذا الأساس نظن أنني أطلت، يعني أنا نظن باللي فعلا أنا شاطر. معالي الوزير أستاذ بن محمد لما قال اليوم هذا المنتدى عنده نقطة واحدة، هو كيف الحراك والمثقف. نظن باللي المثقفون دور تاعهم يعطيوا الإشارة الصحيحة، يعطيوا التوجيه الصحيح، يمدوا النظرة المستقبلية لهذا الحراك، وتكمن هذا النظرة المستقبلية في اعتقادي ينبغي أن نقف، أن ننظر في صمت وتدبر إلى واقعنا ومستقبلنا، من خلال أن هذا المثقفون الدور تاعهم
المستقبلي كيفاش يفكروا في المشروع الوطني الجديد، المشروع الوطني، التأسيس لمشروع وطني جديد. هذا المشروع الوطني الجديد يكون امتداد لهذا الحراك أو الحراك. أنا قلت الأستاذ، قلت له الكلمتين كلاهما صحيحتين، حراك جاء على وزن فعال وفعال جهاد بكسر الفاء، وحراك بمعنى أن الحركة المنتظمة التي تتجه في كل الاتجاهات. فكلا كلا كلا التخرجتين أعتقد صحيحة. شكرا لكم على حسن الإصغاء وبارك الله فيكم.